وكيف لاحظتوا كان واحد الكثافه ديال الجمهور، كانوا عشاق العيطابي امتياز، كانوا عشاق ديال التراث المغربي، وحنا كنعرفوا الجمهور المغربي كله كيعشق التراث من الكبار حتى الصغار. وانتم شفتوا الحضور كي كان اليوم ولاحظتوا تفاعل الجمهور، والجمهور كان تعطش لهذه الليله، لان كان سابقا دوزنا واحد النسخه الاولى ولقات هي واحد الاقبال، داك الشيء باش عاودناها من بعد ما كانت وقفتنا ديك الجائحه ديال الكورونا. ودابا حنا استمرينا وكنطلبوا السهره بحال هكا تكون عندها ان شاء الله استمراريه في القدام، وعلاش ما نديروهاش في جميع المدن المغربيه حتى اننا ننشروا هذا التراث اللي بدا كينقرض، اللي حتى الناس اللي كيهتموا به بداو كيقلالوا. وانتم شفتوا جميع الفئات الحاضرين والشرائح كانوا حاضرين، لا شباب ولا ناس كبار ولا كل شيء، لان هذا كيدل على الناس يعني كتعشق العطار. وكنتمناو ان شاء الله حتى، لان هنا كنشكروا وزاره الثقافه اللي عطاتنا يعني مدات لنا يديها، كذلك مسرح محمد الخامس، كذلك التلفزيون، كذلك الاعلاميين كلهم يعني ساهموا وساعدوا في انجاح هذه السهره وفي هذا اللقاء مع جمهور الرباط وخارج الرباط. ان شاء الله غادي نبقاو مستمرين حتى اننا على الاقل نقدروا نوثقوا بعض الالوان التراثيه، ولا سيما الانماط العيطيه. لان واحد الوقيته غادا تنتظر، لان كل حقبه من الزمان كنفقدوا شيخ، كنفقدوا شيخه، كنفقدوا الناس اللي حافظين المتون العيطيه. فما علينا الا بحال هاد السهرات، او وزاره الثقافه تكمل الخير ديالها وتوثق لنا هاد العيطه ان شاء الله، واحد التوثيق كتابي سمعي مرئي ان شاء الله، باش في ايادي امنه. العيطه في ايادي امنه، راه كتعرفوا كل شيء على يديكم، انكم مجندين لها باحثين، ومجندين لها اساتذه، ومجندين لها، وكانوا برامج ثقافيه، وكانت برامج ديال السهرات الاسبوعيه اللي كانت يشرف على شي سعودي اللي هي نجوم الاولى، اللي وثقت واحد 75% حتى 80% ديال الانماط العيطيه اللي كاينه في المغرب. كذلك كاينين باحثين كبار جندوا لهذا، واليوم احنا كنشوفوا مدارس وكنشوفوا الشباب اليوم كيردد العيطه. حاليا حنا ما غنخافوش على العيطه، ولكن ما عارفينش من المستقبل اش غادي يكون. حنا داك الشيء باش قلت لك غادي نوثقوا هذا الشيء ان شاء الله الى ساعدتنا وزاره الثقافه. هنا السي السعودي ديما، السي محمد السعودي، الرجل ديال التلفازه، رجل اداري، هو اللي كيوقف على بحال هذه المسائل هذه. نتمناو على بحال هو اللي كان وقف هذه السهره وعيطنا عليه ووقف معنا، نتمناو على الله انه يعطينا يديه باش نوثقوا العيطه ان شاء الله. تبارك، ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.